بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيور فيت الذي يأتيكم يوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر في 10 مساء. برنامج بيور فيت هو برنامج طبي بيطري شامل بيركز الضوء على الطب البيطري وعلى فرص عمل للأطباء البيطريين، وبيركز الضوء أيضا على مشاريع إنتاجية لحل مشكلة البطالة ولإنتاج بروتين حيواني سليم صالح للاستهلاك الأدمي. بيلقي الضوء أيضا على الأمراض المشتركة من التي ممكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، سواء كانت الحيوانات الأليفة في منزله أو حيوانات المزرعة في حقله. برنامج بيور فيت في حلقته 16 بنرحب بضيفنا الدكتور حسن حلمي عطية. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك ومشكر على الدعوه الكريمه. الله يخليك. دكتور حسن حلمي عطيه نقيب الاطباء البيطريين حاليا بمحافظه كفر الشيخ، ومرشح لمنصب النقيب العام للاطباء البيطريين. وطبعا كلنا عارفين ان انتخابات النقابه هتكون يوم 26 الاربعاء 26/8 الجاري ان شاء الله. فدكتور حسن ان شاء الله هيشرح لنا برنامجه وليه هو مترشح، وهنحاول نعرف وجهة نظره ورؤيته لتطوير نقابة الأطباء البيطريين. وبالمناسبة الحق ده مش ممنوح للدكتور حسن بس، لأي مرشح سواء كان في أي مكان من الجمهورية ومرشح للنقيب العام انه يجي هنا ويبقى ضيفنا، لان احنا قلنا قبل كده ان بيور فيت هو منبر للأطباء البيطريين، بنرحب بيهم اللي حابب يطلع ويقول برنامجه ونناقشه ونبقى فاتحين الهوا والناس تسأله ويوضح هو جاي يعمل ايه او عاوز يعمل ايه. فبنبدأ النهاردة بالدكتور حسن، بنرحب بيك يا دكتور مرة تانية في برنامج. أنا متشكر أوي على الدعوة دي. الطب البيطري ونقابة الأطباء البيطريين، نقابة الأطباء البيطريين معمولة للأطباء البيطريين. مرشح نفسي ليه؟ لأن أنا نفسي الطبيب البيطري يبقى شغال في الطب البيطري. إحنا عندنا حوالي 70,000 طبيب بيطري في مصر. اللي شغال في الهيئة 7,000 طبيب بيطري. بيخرج من الكليات حوالي 5,000 طبيب بيطري سنوياً، ما يقرب ذلك. مش لاقيين جايد، ومش لاقيين حتة مهمة جدا. مش لاقيين ايه؟ دليل للطريق دايت. يعني دايت عشان انا ما تعشتش فسمعتها دايت. وحتة تنمية المهارات، يعني بكالوريوس طب بيطري ده بيز، ما بعد البكالوريوس في حاجة اسمها تنمية مهارات، ازاي تشتغل بايدك. دي مهمة النقابة، ان لازم الطبيب البيطري يدرب بحيث يشتغل بايده، بحيث انه يبقى عنده ثقه بنفسه ويصدق نفسه انه طبيب بيطري. هي بس الطب البيطري او اي مهنه محتاج اللي يحبها. انا داخل كليه الطب البيطري بزياده 8.5%. كان ايامها 8.5%. داخل كليه الطب البيطري. حضرتك دخلت سنه كام يا دكتور؟ 76. انا دخلت 82. انا 76. دخلت انت بزياده ولا بالظبط؟ لا زياده خايبه كده. ما لحقتش حاجه غيرها. مهنه الطب البيطري حضرتك عاوز تقول انك سبت كليات تانيه عشان اخش زي ايه مثلا؟ سبت صيدله ولا سبت اسنان؟ اسنان وهندسه وانا كنت نفسي برضو. كانوا بقى بعيد عن كفر الشيخ يعني؟ لا مش عشان بعيد عن كفر الشيخ، هو بابا صراحة جه بيقول لي في ثلاث، كان ايامها في ثلاث كليات طب بيطري على مستوى الجمهورية. قال لي بص يا حسن، بلدنا كانت القاهرة وإيه يا دكتور؟ كانت القاهرة وأسيوط والزقازيق. احنا محتاجين، بلدنا محتاجة إنتاج حيواني. لأن العالم كله محتاج هواء ومحتاج ميه ومحتاج اكل. من اهم ما يمكن في الاكل البروتين الحيواني، لان ده النمو، دي المناعه.
اللي تقدر فاصل بقى. اتفضل. تمام. انا صراحتها ما كنتش اعرف يعني ايه كليه طب بيطري. بدات اقرا وحطيت اول رغبه ليا كليه طب بيطري القاهره. جميل. طب يا دكتور حضرتك طبعا احنا بس ايه انا عارف ان حضرتك هتقول حاجات شيقه وكده بس هو اللي يهم الاطباء البيطريين حاليا وبالذات الانتخابات قربت وبعد فتره التوقف بسبب كورونا او كوفيد 19 فدلوقتي احنا عاوزين نقول الدكتور حسن حلمي عطيه في سطور يبقى حضرتك في سطور على اساس بس الناس تعرف طريقك. الناس دلوقتي مش بتخاطب الناس بتوع كفر الشيخ اللي هم انت محتك بيهم بس انت بتخاطب الجمهوريه كلها. فنقول الدكتور حسن حلمي عطيه في سطور تخرج من كليه طب بيطري جامعه القاهره سنه 81 ودخلت الجيش وتعينت في مديريه طب بيطري كفر الشيخ. تمام. وعن طريق علاقه بالمركز الثقافي الايطالي خدت فيزا دراسه لحاجه اسمها ذا كلينيك اوف ذا بوفاين او نقول كلينيكا دي بوفينا بالايطالي عياده الابقار بالظبط كده. كانت في ميلانو في جامعه حكوميه لمده ثلاث سنين دراسه طلعت في 84 جيت في 88. تمام. اللي انا شفته بقى في الحته دي بقى ان اهم حاجه في الطب البيطري هو الطبيب البيطري. تمام. اللي هي المهاره بتاعته تمام. لما دخلت العياده هناك لقيت اهم حاجه في العياده هو الطبيب البيطري. وليس التولز وليس الماشينز وليس مش الامكانيات عشان ما حدش يتحجج يقول ما فيش امكانيات مش عارف ايه. لا انت لو انت حابب المهنه وعندك رغبه في انك تطور نفسك وحابب انك تتعلم وتمارس هتقدر تتعود ان انت تبقى طبيب بيطري ناجح. زي ما ستيفن كوفي قال ان المرء يستطيع ان يكتسب اي عاده لو كان عنده معرفه ومهاره ورغبه. جميل. معرفه بيها يبقى دي الداتا. تمام. وبعدين المهاره الهاو هنفذ ده ازاي والرغبه اللي هي الويل او يبقى عنده ايه حب ليه عشان يقدر يكمل ويتغلب على اي صعاب تقابله. المعرفه خدها الطبيب البيطري في كليه الطب البيطري بكالوريوس طب بيطري هي دي المعرفه. المهاره ما بعد المعرفه عن طريق التدريب الاكسبيرينس والاراده بقى لازم يحب مهنته. جيت من اوروبا بحب مهنتي جدا. وهو يمكن كان ليا خاطر وانا جاي في المركب كنت جاي في مركب ماشي. ايطالي كنت عايز كل بلكونه في الحي بتاعي يبقى فيه خمس فرخات بياض بخمس بيضات الصبح. عملت اول عياده بيطريه في مدينه كفر الشيخ. كان لنا حته ارض في حته شعبيه عملت اول عياده بيطريه. واشتغل رجعت الحكومه كان الدكتور احمد موسى الطنباري وكيل وزاره قال لي تعالى امسك التامين على الماشيه. والتامين كان سنه كام يا دكتور؟ كانت سنة 88 كده. تمام. التأمين على المشاة من أهم ما يمكن. كان في مشروع البتلو اشتغلنا فيه من أروع ما يمكن. وكانت وزارة التموين قدرت تعمل من مشروع البتلو ده ثبات لأسعار اللحوم الحمراء بطريقة جميلة جدا. طب يا دكتور إيه الحاجة المتميزة اللي عملتها بقى في دي؟ يعني إيه الحاجة اللي هي غير كل الناس؟ أنا ما بندورش على الحاجات التقليدية يعني انا ايه التميز اللي حضرتك عملته او المشكله اللي حليتها في تدريب اطباء بيطريين. حضرتك قلت لي في الكواليس مش عارف دربت مين في السينما سينما ايه بس يعني افلام رعاة البقر ولا لا لا انا مقتنع بالطبيب البيطري مقتنع بالانسان. ربنا خلق الكون كل ده للانسان. كل الكون ده خلقه للانسان وخلق الانسان ان يعبد الله ويستعمر الارض اللي ربنا خلقها له. وانا في الطب البيطري وانا في التامين على المشاه رحت بعد كده رئيس قسم التفتيش على اللحوم اشتغلنا حلو قوي. ساعتنا جالنا محافظ من اروع ما يمكن سياده اللواء احمد زكي عابدين في اوائل التسعينات. كان عندنا حاجه اسمه التامين على المذبوحات. وكنا من كان في فائض في الفلوس. التامين ده عشان لو حد تم اعدام الذبيحه بتاعته ياخد تعويض. يعني جزار جايب عجل او بقره وبعدين عدمت تماما او نصها او ربعها نتيجه مرض معين خايفين ان احنا انه يتنقل للانسان فبالتالي ياخد تعويض فبيبقى الفلاح بيبقى الجزار متماسك يعني. عملنا مبنى جميل جدا اسمه مبنى بحوث امراض اللحوم والاسماك
والدكتور حسين عبد العظيم الله يرحمه كان وكيل وزاره مسكني المبنى. المبنى ده كان عباره عن ايه؟ الدور التحتاني عملناه معمل تحاليل للامراض، تمام، وقدرنا نجيب فيه جهاز الايزا وميكروسكوبات، وقدرنا نمحو اميه الايزا بالنسبه للطبيب البيطري بتاع الفيلد. الدور الثاني كان لسه طبعا الايزا في التسعينيات يعني كانت حاجه كبيره قوي، الاميونيتي. بعد طبعا بنعرف الساده المشاهدين برضو الايزا اللي هو الانجين انتيبودي رياكشن، ايوه، يعني اللي هو اول تفاعل اللي بين الانتيجين او المولده والانتيبودي للاجسام المضاده، الحاجه اللي هتستحس الجهاز المناعي انه يعمل اجسام مضاده، فبالتالي الاثنين بيلزقوا ببعض فبيبان كده من اساليب الايه، من اساليب التشخيص الايزا، وده بيبقى سريع وكده يعني. تمام. الدور الثاني كنا بنحمي اميه الكمبيوتر، كان لسه الكمبيوتر حاجه صعبه شويه، فجبنا 10 اجهزه كمبيوتر بقى 18 10 اجهزه كمبيوتر، وبدانا نبقى دورات تدريبيه للاطباء والاداريين في محو موضوع الكمبيوتر. الدور الثالث كان في مكتبه واثنين قاعه تدريب، دربنا جميع الدكاتره اللي كانت في المديريه اياميها، كنا 450 طبيب في المديريه و10 مراكز كفر الشيخ، دربناهم على ايه؟ طب في حاجه جت على بالي بس بعدين دكتور حسن، اللي هي ايه يعني ايه تاخد تمسك نقيب دورتين في محافظتك في كفر الشيخ والثالثه تاخدها بالتزكيه، ده حقيقي المعلومه صحيحه دي؟ لا، هو الثالثه ما خدناها، الثالثه انا رشحت نفسي نقيب عام. انما انت في حاجه خدتها بالتزكيه؟ لا ما حد مترشح قصادك؟ اخر مره كان في واحد مترشح قصادي وكمل معاك وكمل معايا. فالدور الثالث عملنا دورة تدريب، وكنا دربنا الدكاترة على كل ما هو طب بيطري، لدرجة كان عند الدكتور حسين عباس كان خبير امبيريو ترانسفير استزراع أجنة، هذا الرجل استطاع أن يمحو أمية الطب البيطري عندنا في استزراع الأجنة، وكان كل طبيب بيتدرب وياخد اسطوانة كأنها منوتر قدامه للزيجة عمر يوم لحد ما ينزل بيرث. حتى دلوقتي هو شغال في شركة في مزرعة من المزارع الكبيرة قوي، وهو استشاري يعني وحاجة كبيرة قوي. بعد كده جت موضوع ثورة 25 يناير، وجه موضوع النقابة، كانت النقابة قعدت 18 سنة من غير انتخابات، وكنت أول أنا واحد أخش بعد 18 سنة في انتخابات. عملنا النقابة، النقابة دي لما جينا عملناها كان في البرنامج بتاعي جملة كده كنت عايز اكتبها او ما اكتبهاش، اللي هي تفجير طاقات الطبيب البيطري، ان الطبيب البيطري لازم يصدق نفسه ويصدق احلامه ويحاول يحققها. طب يا دكتور، بس ما هو في دور للكليات وكده، يعني انت كده بتقول كل حاجة النقابة، امال الكليات بتعمل ايه والمراكز البحثية وكده يعني؟ الكليات بتعمل كتير جدا والمراكز البحثيه بتعمل كتير جدا، وانا ما اقدرش اعمل الحاجات دي غير بتواجد الكليه معايا والمراكز البحثيه. يعني اللي بيدرب هو طبيب الكليه واللي بيدرب هو طبيب المركز البحثي، لدرجه لما جت مسابقه يعني حضرتك بتقترح وبتنسق. تمام حسب احتياج الطبيب البيطري، وبتدي العيش لخبازه، برافو عليك. حد بتاع عاوز حد سونار يبقى يجيب اصطف جامعه فيه متخصص او جراحه بيت انيمالز. جيت اتعملت عندنا مسابقه 1400 طبيب في كفر الشيخ، محتاجين منهم 140 بس. انت متخيل؟ طبعا احنا ما فيش تعيين، 1400 140 يعني 10%. قالوا لي ما تخشش في الموضوع ده لان في انتخابات بعدها، الناس هتزعل بقى اللي ما جاتش وكلام من ده، لانه 140 الباقي كله هيزعل. طب عملت ايه يا دكتور؟ كان من سنه 95 1995 ما فيش تعيينات، انت متخيل؟ من سنه 95 ما فيش تعيينات، ففوجئت ان الفيميل بالذات، الفيميل اللي قعدوا مده طويله في البيت، السيدات نسوا الطب البيطري لما جيت انا اتعامل معاهم. كمان حتى الميلز، لا بس الميلز الى حد ما بيحتك بيشتغل، بيحتك كميديكال ريب وبيحتك في الفيلد وعامل عيادات وكده. الاغلبيه كان في ميل، فرحت للست المحافظ اياميها، قال لي كان اياميها طبعا يعني الحياه كانت صعبه شويه، ده اللي كانت ما كانش فيه مكان وكده، ودربتهم في السينما ايوه، فست المحافظ قال لي اوعى تجيب لي الناس دول هنا،
ده 1400 واحد. يعني حضرتك بتختار 140 من 1400، رحت تدربهم الاول؟ الاول دربت ال 1400. يعني عملت ريفريشمنت بقى المعلومات وكده، وجبت لهم دكاتره من الجامعه دربوهم، وبعدين عملت امتحان وبالتالي لا جامعه ده رؤساء اقسام الكلينيك جم دربوهم، ودربناهم لمده 21 يوم على كل المواد الكلينيك. تمام. لدرجه في زوج احدى الطبيبات جه سلم عليا، انا ما يهمنيش مراتي تنجح او ما تنجحش، بس ابتسامه مراتي لما كنت خطيبها لقيتها دلوقتي في وشها الابتسامه والتفاؤل وما الى ذلك. رجعتها يعني. شباب تاني. عملنا الامتحان نجح 140. طب اللي ما نجحش بقى عنده ايه؟ بقى عنده طموح ان يعمل مشاريع طب بيطري ومن امها عيادات بيطريه، لان كان في كوميونيكيشن بيننا وبين بعض. وكان ايامها الفتره الثانيه للانتخابات، طبعا هم طبعا صاروا عليا جامد جدا بطريقه جامده قوي، وبعد كده الامور هديت، وبعد كده دخلت الانتخابات مره تانية فنجحنا. كان اهتمامي بقى في المره اللي بعد كده ازاي نوفر فرص عمل للاطباء البيطريين. عملنا 2 مؤسسه عندنا، مستشفى طب المستشفى البيطري، الدكتور ايمن هو رئيس مجلس اداره المستشفى، هي كانت بيتس انيمالز بس دلوقتي بقى كنت كل حاجه. وعملنا كلاب وقطط يعني حاجه. ايوه بس حاجة. مستشفى بمعنى المستشفى. وعملنا حاجه اسمها كان نظام شركه للادويه، شركه الادويه دي بقياده الدكتور محمد مبروك ماشي. رئيس مجلس الاداره. الشركه والمستشفى عملنا 1800 عياده بيطريه على مستوى الجمهوريه. طيب في الشركه على مستوى الجمهوريه؟ على مستوى الجمهوريه. طيب الفند جاله منين التمويل المالي؟ التمويل المالي كان تقسيط من الشركه بتاعت شركه الادويه. كنتوا بتدوا للطبيب البيطري اللي عاوز يفتح عياده كام يا دكتور؟ حسب احتياجاته، مش فلوس، بندي ماتيريال. ماتيريال مش فلوس. مش ماده يعني كده، هو بيوفر المكان بس. وليست نقديه. هو بيوفر المكان. تمام. بس بندي له تدريب. تمام. دكتور يعني انت كده اخترت 140 طبيب من 1400 طبيب بعد ما ضربت ال 1400 طبيب وعملت لهم استرجاع للمعلومات وتدريب بواسطه اساتذه الجامعه، ها؟ ده اللي فهمته، والناس زعلوا منك بس انت رضيت ضميرك ورضيت ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي ما حدش يقدر يزعل من الايه من الحق. وده كده. طب بص يا دكتور، طبعا لما يجي حد يقول لك ايه انت مترشح ليه، بتقول لك ان انت مثلا شايف النقابات السابقه كان في مثلا ما فيش في عدم توفيق في حاجات كتيره، فبالتالي انا جاي، والا لو انا راضي عنهم ما انا ما اجيش. ما كان في عدم توفيق في حاجه بالنسبه لي انا من اهم ما يمكن. لا احنا بنتكلم بقى، انت دلوقتي مترشح للنقيب العام. ايوه. بنتكلم عن النقابه العامه، ايه القصور في النقابه العامه؟ ايوه. وبعدين انا هسالك بقى عن حقوق الاطباء البيطريين فين، وفين التكليف اللي واقف من 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 95، يعني بقى لنا 25 سنه مش كده؟ 25 سنه ما فيش تكليف للاطباء البيطريين. طب ايه الفرق بينهم وبين الاسنان والصيدله والعلاج الطبيعي والبشري؟ مش عارف. ماشي، دي حاجه، وبالذات احنا محتاجين بروتين حيواني وبنستورد حاجات ما احناش عارفينها هي معموله ازاي ولا كده، ولا واخده ادويه ولا بتملها ويزدرول ولا لا. ماشي، سحب الادويه قبل الذبح وكده، والذبح كمان ذات نفسه. ففين القصه دي بين حقوق الاطباء البيطريين وفين مقاومه الباراميديكالز؟ وجاي تعمل ايه؟ هو انا الكلام ده بص مش كلامي، ده جاي على صفحه البرنامج. تمام. هو اهم حاجه بالنسبه لنا وحده النقابه العامه، وحده الاطباء البيطريين، لان اللي حصل دلوقتي فيه تفتيت جامد جدا للاطباء البيطريين، وما فيش مشروع يلم الاطباء البيطريين. تمام. انت قلت جمله من اهم ما يمكن، ازاي دخلاء المهنه، ازاي انا اشتغل مهنه والاقي حواليا من هنا ومن هنا دخلاء، والقانون لا يحميني وما بيعملش حاجة لهذا الدخيل. أهم حاجة بالنسبة للأربع سنين الجايين القضاء بتاتا على دخلاء المهنة اللي ما بين قوسين الباراميديكال. الباراميديكال التمرج البيطري وكده. يا ريتو تمرج بيطري، ده موضوع تاني، لأن ما بقاش فيه تمرج بيطري عندنا، التمرج بقى قليل جدا. لكن الدخلاء دول مش لحقوق البيطريين، عشان حقوق مصر، لأن الأونر ده مصري. لما يجي له واحد باراميديكال أو دخيل يعالج الحيوان عنده، عاوزين نوضحها بقى. انت قلت كده، قلت مش تمرج، امال هو ايه؟ لا ده هو واحد خالص ما لهوش شغلانه في يعني الارياف. مهندس زراعي مثلا؟ لا ولا مهندس زراعي ولا ليه حاجه، ده ولا حتى واحد بقى خبره يعني جرب في حاجته. برافو عليك، ممكن يكون جرب في حاجته، جت معاه مره قاعد على المصطبه. طب اللوم ده دكتور يجي على المواطن نفسه، ازاي يسيب الطبيب ويروح يسال مجرب يعني؟ هو لو الطبيب ممكن يبقى مجرب يعني. بس انا طالما فهمت وتعلمت لازم اعلمه ولازم افهمه. تمام. لان انت لو شفت يعني انت موضوع مثلا الولاده،
الولادة مش انك تنزل الجنين، الولادة انك اليوترس بعد ما تنزل الجنين يفضل يوترس عشان يحصل جنين تاني، تمام، عشان يحصل استزراع اجنة تاني. الامر التاني، احنا كنا عايزين نعمل مشروع مع سيادة اللي هو احمد زكي عبدين، امبيرو ترانسفير في القرية، ان احنا نشوف احسن ذكر واحسن ميل ونزرع كل اليوترس في القرية من احسن ذكر واحسن ميل، يعني تمام؟ تحسين وراثي للسلالات المحلية عشان ناخد المناعة منها وناخد ده من اهم ما يمكن من شغلنا. الطبيب البيطري في القرية عنده رؤية. طب يا دكتور، طب ما في معهد تناسلات الهرم وفي ناس متخصصين بكده، انا عاوز بقى اشوف الاداره فين، يعني حضرتك هتعمل ايه بالظبط؟ لازم اعاده هيكله النقاب. اعاده هيكله النقاب ازاي؟ ازاي؟ لازم يبقى الاداره المال في النقابه يكون لها متابعه من اهم ما يمكن. احنا المفروض ما نصرفش في النقابه الا على الطبيب البيطري وما يفيد الطبيب البيطري. ولازم احنا في النقابة 70,000 طبيب بيطري، لازم العمل يبقى جماعي. مهما كان انا فرد نقيب عنده رؤية، لازم موافقة كل الاطباء البيطريين على الرؤية بتاعتي عشان انفذها، تمام. الامر المهم مصلحة الطبيب البيطري، انه يبقى طبيب بيطري، طبيب بيطري اكسبيرينس. ازاي اخليه طبيب بيطري اكسبيرينس؟ ازاي اخليه يحب مهنته؟ ازاي اخليه يحب النقابه بتاعته؟ ازاي اخليه لما اقول في جمعيه عموميه يبقى الشارع مسدود من الاطباء البيطريين لانه حاسس ان في مصلحه؟ لازم يبقى فيه مصداقيه، لازم يبقى فيه عدم الكذب، لازم يبقى فيه طموحاتنا على قد امكانياتنا. احنا الدولة مش ضدنا ولا احنا ضد الدولة. انت قلت كلمة حقوق الاطباء البيطريين، هي حقوق مصر على الاطباء البيطريين، حقوق مصر على الاطباء البيطريين ان الطبيب البيطري يشتغل طب بيطري، لان الطبيب البيطري لو ما اشتغلش مصر مش هتلاقي بروتين حيواني. يعني ايام ما كنت انا في الكلية في الجامعة كنا 40 مليون واحد، كنا بنقف في الجامعات التعاونية عشان ناخد فرخة مجمدة جاية من بره، كنا في تلت او نص الطابور يطلع مدير الجمعية مفيش فراخ، ناخد بعدين نروح. احنا حاليا 100 مليون، وهذا الجيل عمل اكتفاء ذاتي من الدواجن واكتفاء ذاتي من الألبان، وفي طريقنا ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي في السمك، وفي طريقنا ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي في البروتين الأحمر. طبعا سألك عن جمعية السمان او مملكة السمان او كده. لا احنا عندنا لما جيل ارتفعت عندنا في كفر الشيخ، لما ارتفعت الدواجن اسعار الدواجن عشان انفلونزا الطيور، انا اتجهت عملت جمعية السمان، رئيس مجلس ادارة جمعية السمان في كفر الشيخ. السمان 250 جرام، تمام، قلت ده يكفي فرد في الظروف اللي احنا فيها. ايامها كانت السمانة بثلاثة جنيه ونص. خلينا دلوقتي خلينا دلوقتي بس عشان ايه، مش هنحسب بقى قبل التعويم ولا بعد التعويم كده يعني. برضو السمانة الى حد ما دلوقتي من ارخص ما يمكن، ممكن توصل لسبعة جنيه. طب ما الناس مش مقتنعه انها تنفع بديل للحمام، ولا في طريقه للطهي بقى ولا ايه؟ لا، اولا ده انا كنا مطلعين كتاب ازاي تطهي السمان، ازاي تطهي السمان. السمان ما فيهوش كوليسترول على فكره، الحمام فيه كوليسترول، تمام. مرضى اللي فوق ال 40 مش المرضى ده، اي واحد فوق ال 40 المفروض الكوليسترول بتاعه يقل في الاكل يعني. الامر الثاني ان تربيه السمان اميونيتي عاليه جدا، مش عايز اي حاجه من المواضيع دي، ومش عايز مكان اكتر مكان عالي. يعني السمان ممكن على ارتفاع متر يكون ده السقف بتاعه. دكتور حسن، الاهم بقى من كده ان السمان عمره 48 يوم، يبيض يوميا خميس وجمعه. قيمه البيض، البيض ذات نفسه في اليابان بياكلوه لكي جي 1 وكي جي 2 لانه بيمنع حساسيه الصدر وفيها احماض امينيه عاليه جدا للنمو الاطفال. طب دكتور، وانت دلوقتي هتعمل لنا ايه لو ربنا وفقك ونجحت ان شاء الله؟ هل هتعين الناس ولا هتعمل لهم مشاريع ماشي، ولا هتطلب وزاره مستقله، ولا هتعمل ايه بالظبط؟ ايه اللي تقدر تعمله؟ اللي اقدر اعمله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي اقدر اعمله واللي تقدر توعد بيه الناس اللي اقدر اعمله ان احنا كلنا كاطباء بيطريين هنثبت للدوله ان الدوله محتاجانا، وان الطبيب البيطري مشروع قومي يمشي على الارض، وان هذا النهاو بقى النهاو زي يعني ان احنا نقدم مشاريع للدوله.
يعني انت لما تيجي تروح لمسؤول طب في تجربه في كفر الشيخ؟ يعني انا عاوز اقول لك ايه، لو انت مثلا عملت حاجه مثلا في محافظتك وتلاقي عاوز تعممها، انت نجحت فيها فعاوز تعممها، موضوع يبقى في السمان، بوادر بقى يعني. موضوع السمان في كفر الشيخ لما جيت قدمته لسياده المحافظ بقى لان عندنا حاجه اسمها المنوفه في الحمول بيربوا سمان قريه قريه، لسياده المحافظ وافق انه يبقى في مجزر نص آلي للسمان هناك، وعملنا له مجزر نص آلي. احنا عندنا السمان في كفر الشيخ حاليا بقى بالملايين. تمام. الامر الثاني كنا احنا شغالين في السمك جامد جدا. انا رحت لسياده المحافظ سياده اللواء احمد زكي بركة عابدين غليون وكده، قبل ولا بركه غليون، غليون وكنا عايزين ناخد 20 فدان عشان نعمل مفرخ جمبري، ووافق سياده المحافظ ان احنا نعمل مفرخ جمبري، وكان قايل يكلفنا 5 مليون جنيه. فانت لما تيجي تقدم للمسؤول دراسه جدوى فيها منفعه لمصر عمره ما يرفض، لكن لما تروح لمسؤول عليه اعباء كبيره جدا وتقول له حقوق الاطباء البيطريين هو مش ناقص. ايوه، يبقى احنا كده عاوزين اللي هي الاغنيه اللي كانت بتقول قبل ما تقول اخد اسال اديت ايه، قبل ما تطلب بحقوق الاطباء البيطريين تقدم مشاريع للدوله الاول. دي جاهزه دراسات جدوى ليها وبروبوزل، جاهزه دراسات جدوى وبروبوزل. الامر المهم ان انت لما توسع البرودكشن هيحتاج طبيب بيطري. تمام، يبقى كده يعني في الخلاصه يعني كده احنا دلوقتي يا دكتور حسن بيوعد الاطباء البيطريين انه في حاله نجاحه هيعمل الاتي: هيقدم مشاريع للدوله لزياده انتاج البروتين الحيواني، هيشغل الاطباء البيطريين سواء كان بقى تعيين او مشاريع خاصه، ماشي، هيقاوم الباراميديكال، لازم دي اهم حاجه، هيقاوم الباراميديكال، دخلاء المهنه دول المفروض ما يبقاش في دخيل، هيعمم انتاج السمان في مصر كلها، ويعرف الناس ازاي يطبخوه ازاي وطريقه طايو. في حاجه تانية عاوز اضيفها؟ هل لديك اقوال اخرى؟ لازم يبقى في صندوق اسمه صندوق مخاطر. الطبيب البيطري اللي بيتوفى هو شاب معاشه قد ايه؟ ما في تكافل الاطباء البيطريين قليل جدا. يعني عاوز تزود التكافل، يعني تطور التكافل. لازم يتطور، ما هو موجود، لازم يتطور. الامن التاني، الامر التاني، اتحاد المهن الطبيه ده بشري واسنان وصيدله وبيطري، ازاي ما يبقاش فيه تامين شامل للمريض؟ ازاي؟ انا متهيألي بس برنامج علاج الاطباء وصارهم فيه الاطباء البيطريين مش شارك؟ لا، في الاطباء البيطريين والبشريين، وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. انت لو جيت تشوف الكورونيك ديزيز لازم الامور يبقى فيه تامين شامل، لازم فيه مستشفى. ما هو زينا زي البشريين والاسنان، ما هو البشريين يبقى معانا، ما احنا عايزين نطور كله الاتحاد. اولا انا من نفسي ما اقارنش نفسي ولا بالصيادله ولا بالبشريين، لا ما اقصدش كده، تمام، اتحاد نقابات المهن لكن الطبية، اتحاد المهن الطبيه لازم يكون فيه مستشفى، ولازم فيه تامين شامل للاطباء، مش انك تكشف عليه بس وتديله دواء. جميل. طيب وفي حاجة تانية بقى، ان شغل النقابة العامة شغل استراتيجي، مش شغل رحلات ولا شغل مصايف. يعني تخطيط على المدى الطويل. لا، احنا ندعم النقابات الفرعية في الرحلات والمصايف وما الى ذلك. تمام. لكن وحتى التدريب يبقى عن طريق النقابات الفرعية. تمام. يعني ما اجيبش الراجل انا ادربه عندي في القاهرة، مجيبوش من اسيوط. لا 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 لا، انا اجيب استاذ دكتور حاتم يروح يدربه هناك، يبقى انا هنقل الدكتور حاتم بس. تمام. عشان يدرب هناك. تمام. الامر المهم ان لازم يكون في اذن صاغيه لطلبات الاطباء، يعني كلها مش رؤيه حسن حلمي، لا، رؤيه الاطباء في هو في كل ما هو ممكن. تمام. ثانيا لازم نفهم يعني ايه توجه دوله. تمام. يعني لو فرضنا ان في توجه دوله ما ان ما فيش تعيين لحد 2022، ازاي نستفيد في التوقيت ده ونوظف برضو اطباء بيطريين تحت بند ان انت لا تتخيل الامراض المشتركه اللي بيننا وبين الحيوان، امراض خطيره جدا. تمام. ويبقى في نقص شديد جدا في عدد الاطباء البيطريين في الهيئه، احنا عندنا نقص 6000 طبيب بيطري في الهيئه. تمام. تطوير المجازر، ازاي نطور المجازر؟ ازاي الويست اللي بينتج من المجازر ازاي يصنع للاستفاده؟ مفيش مسؤول، مفيش مسؤول تنفيذي لا يصغي، ولكن انت قدم له المشروع كامل متكامل. تمام. ويبقى الكومنت ان هذا المشروع لمصر مش للاطباء البيطريين، ده لمصر. تمام. عدم وجود اطباء بيطريين في مصر. الامر المهم ان مصر مش مصر بس، مصر قلب العالم العربي وقلب العالم الافريقي.
ازاي الطبيب البيطري في مصر يتعاون مع وزارة الخارجية في العالم العربي والعالم الافريقي. وادي النيل من ضمن حل مشاكل وادي النيل الطب البيطري، لان وادي النيل كله استزراع حيواني. دكتور حسن اقدر ابلور كلام حضرتك ان دكتور حسن عاوز يقدم السبت للدولة قبل ما يطلب منها الحد طبعا، فبالتالي بيقول مقترحاته الاول وقال رؤيته وقال هو مترشح للنقيب العام ليه، وده عهد عليه في حالة نجاحه، وزي ما قلت في الاول ان بيور فيت منبر لجميع الاطباء البيطريين، والمجال مفتوح لاي مرشح لمنصب النقيب العام انه يجي يشرفنا في قناة الصحة والجمال، حتى لو اضطرينا ان احنا نعمل حلقات اضافية علشان الوقت قرب. بكم نشكر استاذنا الدكتور حسن حلمي عطيه على مجهوداته القيمه وبصماته الواضحه في كفر الشيخ، وعلى وعوده في حاله نجاحه في معركه انتخابات يوم الاربعاء 26/8 اللي جاي ان شاء الله. بس انا عايز اقول للدكاتره كلمه. اتفضل. عايزين نحب مهنتنا اكتر من كده. في جهات رقابيه بتشوفنا على الفيسبوك. عايزين نحب بعض اكتر من كده. عايزين نتحد اكتر من كده. انتوا في كفر الشيخ بتحبوا بعض اكتر من بيت الجمهوريه؟ اعتقد كده. لا ما اعتقد ولا هي حقيقه؟ لا حقيقه. طب خلاص حقيقة. نيجي كفر الشيخ. لا حقيقه. لان احنا عايزين نتحد على مشروع قومي لينا يفيد البلد، ولو نجحنا في مشروع هننجح في كل المشاريع. لان النجاح في المشروع يعني ايه؟ يعني تعرف ازاي تخطط، ازاي تؤدي. تمام، ده مهم جدا. تمام، ألف شكر دكتور حسن. ألف شكر دكتور حاتم، شكرا على الدعوة الجميلة دي. شكرا. كل سنة طيب. الله يخليك. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، أوعوا تروحوا في أي حتة. ورجعنا لكم تاني أعزائي متابعي برنامج بيور فيت الذي يأتيكم على قناة الصحة والجمال يوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر في العاشرة مساء. وفي الفقرة دي احنا كنا عملنا قبل كده مبادرة استثمر روفك تتحسن ظروفك، وقلنا كل اهداف المبادرة وطريقة تطبيقها موجودة في قصيدة انا كتبتها وحاولت اعملها. وبعدين قلنا له كسلان وله نايم دكتورنا حاتم في العلم هايم، استثمر روفي تتحسن ظروفي واسكن في فيلا فين في النسايم. وكلمنا بقى فيها عن ايه انواع المشاريع اللي هنعملها في الروف، انتاج فراخ وحمام ورومي وانتاج نباتات كمان، واستشارات وورش عمل، والروف هنجمله وهنأمنه عشان تطمنه. ده كان تقريبا مجمل القصيدة. في ناس بقى، في شباب اتأثروا بالمبادرة وحولوها لأغنية. لقيت أسرة كده فيها ايه، برحب بيهم الاول وعايزين نتعرف بيهم. احمد ماهر سابق، احمد ماهر سابق ده بيغني، ده اللي غنى الاغنيه، واخوه محمد ماهر سابق كاميرا، محمد ماهر سابق ده موزع، وزع الالحان لاحمد، وباباهم الاستاذ ماهر سابق ده عمل فيديو ميكسر وعمل ايه صور ماشيه مع الايه مع كلمات الاغنيه، فعملوا كليب لانهم اقتنعوا باستثمار الروف، حتى هم استثمروا روفهم، ودلوقتي عندهم فراخ حلوه وكده، يعني ممكن يعزموكم عليها يعني. مصورها برضه على التليفون. يا احمد قول لي بقى كده، انت ايه اللي عجبك في الاغنيه وبدات تادي فيها ازاي وكده يعني؟ والله يا دكتور الاغنيه عجبتني. المايك ولا امسك المايك. والله يا دكتور الاغنيه عجبتني وانا حبيتها ودخلت الكلمات غنيتها واخويا محمد والزعال. عجبتنا الكلمات. وفعلا حسنا روفنا وعندنا دواجن في البيت. الدنيا حلوه والله، الاغنيه جميله جدا وكلماتها حلوه جدا، وانا وزعتها واحمد اخويا غناها. طب تقول لنا مقطع منها كده ولا ممكن تغني؟ له كسلان وله نايم دكتورنا حاتم في العلم هايم، عمل المبادرة ويوميها ويوميها كان صايم، يستثمر روفي تحسن ظروفي، واسكن في فيلا فين
في النسايم تشربوا شاي شايك شايك دايم اشرح لي الله والله والله ما انا قايل فهمني فطم قول يا عبدايم فراخ وحمام ورومي وبلاش البهايم نحل سمان ورد وتهب النساي. جميل جميل. يعني هو كده انت بتحبب الناس في الموضوع. لو كانت الكلمات لوحدها ما اثرتش فيهم فبالتالي الاغاني واللحن وكده. بس انت كده وديتنا لحاجه كده نفس لون المهرجانات، فمش عارف الوان المهرجانات عليها علامات استفهام ولا انتوا بقى علشان الكلمات حلوه وهادفه وكده فقلتوا نحسن الذوق ولا ايه رايكم يعني؟ ايوه دكتور. هو الكلمات يا دكتور عجبتنا، فطبعا كم ان احمد بيغني في الافراح يعني فهو خدها بموضوع ان اغنيه يقولها فالكلام عجبنا. انا لما سمعت الحلقه ال 15 في البرنامج بتاع حضرتك بيورفيت بصراحه رحت واخدها وعرضتها على محمد ابني، فقلت له ممكن يا محمد تغني الاغنيه توزع الاغنيه دي لاخوك؟ قال لي اه يا بابا. فهو فعلا وزعها بطريقه جميله جدا وراح مع احمد غناها، فهو الكلام عجبنا حتى لدرجه ان احنا عملنا المشروع ده عندي. عملته عندي يعني. عملته عندي نفذته عندي ومصوره على الموبايل لحضرتك. كنت بقى ما كررت الكلمات بقى بصراحه بصراحه مبادره كانت جميله من حضرتك بجد. الحمد لله، وده اللي بنتمناه ونتمنى جميع المشاهدين يعملوا زيكم، مش يعملوا اغاني يعني، لا يستثمروا الروف يعني. يستثمروا الروف كده. طب انت بقى ايه دورك في الكليب ده؟ انا دوري ده انا اللي سمعت الاغنيه فطبعا رحت قايل لمحمد، ومحمد وزعها واحمد غناها. انا بقى اللي اخرجت الكليب ده. عملت ايه بقى؟ انا اللي رحت جايب صور بنفس الكلام اللي بيقولوا حسن الروفة. انت جبت صوري منين؟ انا جبت صورك بقى من النت والكلام ده وظبطت الدنيا. وعملت الكليب ده بطريقه خاصه لي انا. يعني مثلا عايزين حمام ورومي، جبت صور الحمام ورومي. دكتورنا حاتم في العلم هايم، انا كنت جايب صور لحضرتك. الصور بقى بتاع المحاضرات اللي انا منزلها في التعليم عن بعد. أيوة. فتره الكورونا ايوه. دخلت على قناه اليوتيوب بتاعتي بقى. دخلت على قناه اليوتيوب واخدت الصور ديت من الفيديو على فكره، ومقطعها من الفيديو. فطبعا عملت بيها الحاجات ديت وحاجه جميله والله بصراحه يعني. حتى انا عملت عندي الحاجات دي عملتها. طب انتوا نزلتوها على اليوتيوب؟ انا نزلتها على اليوتيوب. على قناه ايه بقى؟ على قناه محمد ماهر. محمد ميدو الاعلامي. بقى لو حد دخل على اليوتيوب وعمل سيرش على محمد ماهر سابق هيلاقي القناه بتاعته وهيلاقي. حتى نزلتوها مره واحده ولا المحاولات كانت بتنزل قبل كده؟ لا احنا كنا بننزلها كذا مره لان يعني هي كنت طورت فيها يعني. مخرجها كذا مره. حتى اللي ماسك في الفلوس ديت اللي بيعدها استثمر روفك حسن ظروفك دي الفلوس ده ابن ادم. والله ده ادم اللي ماسك الفلوس وبيعد فيها دي. انت شغلت العيله بقى كلها. ده ادم. اقول لك مبروك عليكم الروف ومبروك عليكم الاغنيه وكلمات هديه مني لكم يعني. وانا معجب بالبرنامج بيرفكت بتاع حضرتك يا دكتور حاتم، شامل كل حاجه بصراحه. والله احنا بنتمنى ان احنا نحل مشكله للناس او نساعدهم باي طريقه وكده، وقناه الصحة والجمال برضو بتدعمنا في الحكايه دي يعني، واحنا شاكرين ليها يعني. ربنا يوفقهم جميعا يا رب. الله يخليك. انت عاوز تقول حاجه يا محمد؟ نعم. انت بتلحم من امتى؟ بتوزع من امتى بقى؟ الموضوع ده دخلت من بقالي سنه كده. بقالك سنه؟ كنت عايز اعمل الفكره دي، فبابا حقق لي الموهبه بتاعتي وجاب لي المايك وظبط لي الدنيا، واحمد اخويا بقى يغني وبقينا نعيد الاغاني عندنا. لحد ما فهمت يعني ايه يوتيوب وفهمت يعني ايه فيس. وعملت قناه وبقيت انشر عليها. عندك كام سنه؟ عندي 18. ده انت الكبير بقى. وانت؟ 17. وانت؟ انا باباهم. انا باباهم. طب انت بتغنيت حاجه ثانيه؟ عندي برضه اغنيه شعب يعني. طب انت غنيت حاجه تاني؟ غني لنا حاجه كده مثلا لعمرو دياب ولا حاجه، لو معاك حاجه لعمرو دياب ممكن تغنيها لنا. وهاني شاكر. بحيث بقى تبقى ايه كلمات مظبوطه، مش كلمات انا اللي على قدي، والتلحين يبقى مظبوط، ونشوف بقى صوتك فين وتاثرك بالفنان عمرو دياب ايه. شوف حاجه رصيف نمره خمسه والشارع زحام وساجد كلامنا ملاقي الكلام. رصيف نمرة خمسة والشارع زحام والساكت كلامنا ملاقي الكلام. تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني وتنسى اللي كان.
تسالي يا خال تدخل يا عم تتوه المعاني وتنسى اللي كان. جميل الله الله. برضه معايا حته الفنان هاني شاكر. هاني شاكر ماشي قول بقى يعني. فات ايوه ايوه فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات. وفات ايوه ايوه فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا ماشيين نفس الحاجات ودينا يا حبيبي ادينا يا حبيبي تهنا عن كل حاجة تهنا عن كل حاجة إلا الذكريات إلا الذكريات يلي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لم تملكي ولا بتشوفك عيوني يلي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لم تملكي ولا بتشوفك عيوني. أنا عايش في وادي وانت عايش في وادي أنا عايش في وادي وانت عايش في وادي وبنندي الأيادي ايدينا قصيرين احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا معاك متعذبين معاك متعذبين وادينا يا حبيبي ادينا يا حبيبي تهنا عن كل حاجة تهنا عن كل حاجة إلا الذكريات إلا الذكريات. برافو يا أحمد. وما فيش موهبة لوحدها كده بتكمل، لازم تثقل موهبتك بالدراسة وتشوف بقى المقامات وتشوف الحاجات دي وتاخد دورات او كده. ومحمد طبعا ان شاء الله عشان التلحين يطور نفسه لازم تاخد دورات او تسكن موهبتك بالدراسه يعني. ماشي تمام. دكتور الاستاذ مروفك دكتور حاتم جميل جدا قوي. انا كم صور دلوقتي في بعض الناس دلوقتي بالفوتوغرافي بيصوروا سيشن العرايس والكلام ده. انا بقول لصحابات الاستوديوهات اصحابي ممكن يستثمروا روفهم يعملوا اشكال فيه جميله ويصوروا العرايس فيه. طيب روف جاردن يعني روف جاردن يصوروا العرايس فوق سيشن يعني. انا بتمناها مثلا لو المنزل اللي انا فيه صوت وصوت شويه عملنا جميل وصلت جدا. وصلت الصوره. واعزائي المشاهدين في نهايه الحلقه بنشكركم ودمتم في رعايه الله دمتم في رعايه الله وامنه ونلقاكم في موعدنا المعتاد يوم الاثنين الاول والثالث من كل شهر في العاشرة مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.